الحمد لله بدأت فعاليات المؤتمر الرابع الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الجنائية الدولية الانتربول. نظمت هذه الجمعية للدورة الرابعة على التوالي بالشراكة مع جمارك دبي وشركة أندر رايتر ليبرتوريز. شرفنا سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بحضوره، وكان الحضور أكثر عن 400 مشارك الحمد لله. مؤتمر هذه السنة زخم بجميع الخبرات من جميع أقطار العالم، سواء من أوروبا وأمريكا ومنطقة أو من الصين ومن اليابان. ارتئينا أن هذا المؤتمر يكون منصة لنقل الخبرات والتجارب الخاصة في محاربة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية. الحمد لله عندنا ما يعادل 49 خبير راح يعرضون أفضل التجارب في محاربة هذا النوع من الجرائم. ارتئينا نحن أن يكون في هذا المؤتمر اليوم الثالث ورشة تعريفية زيارة إلى القيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي ممثلة بمقر حرة جمل علي لاطلاع المشاركين من خارج دولة الإمارات على الأساليب التي تقوم بها دولة الإمارات لحاربة هذا النوع من الجرائم. الحمد لله من نتائج المؤتمر هذا تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات الملكية الفكرية والإنتربول كأول مذكرة توقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مذكرة جمعية توقع مع منظمة عالمية. ونحن هذه المذكرة أهدافها ترسيخ التعاون ونقل الخبرات ما بين الجهتين والسعي لمحاربة هذا النوع من الجرائم وتنظيم ورش عمل وفعاليات تمس أو تخص مجالات الملكية الفكرية. الحمد لله شاهد هذا المؤتمر حدث وجود السيد جورج قرداحي الإعلامي الشهير في المنطقة العربية كممثل الانتربول في الحملة المسمى تين باك كرايم. هذه الحملة تهدف إلى توعية الناس في محاربة الجريمة المنظمة. نحن نشكر الأخوان المعنيين بالانتربول على جهودهم في إيتان بجورج قرداحي كأول حضور له وممثل وسفير للانتربول كيمثل الحملة تين باك كرايم. نحن في النهاية نشكر الأخوان القائمين في منظمة الانتربول على رأسهم السيد مايكل إليس على دعم المتواصل وعلى التواصل وعلى إنجاح هذا المؤتمر، ونشكر الأخوان أيهم ياسمينة ضابط الارتباط الذي كان معنا في تنظيم هذا الحدث، وأشكر الأخوان في جمعية الإمارات الملكية الفكرية على رأسهم سعادة اللواء عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس الإدارة، ومن ثم الأخوان القائمين على تنظيم هذا الحدث منهم الرائد فيصل خميري وإبراهيم الفلاسي والسيدة سناء والأخ محمد حاجي والأستاذة رقية. هذا الحدث لن يتأتى إلا بجهود هذه الشباب، فلا بد أن نشكرهم وشكرا جزيلا.